GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مهندس أحمد الرحمن رياض من GFXAcademy.net. كلامنا النهاردة إن شاء الله هيكون على ترجمة دارة البلونج هيد من موقع فيديو كوبايلوت. نشوف مع بعض النتيجة بتاعة الدرس. نشوف من الأول. تمام، دي النتيجة النهائية اللي احنا هنوصل لها من الدرس ان شاء الله. تعالوا الاول نروح ناخد الملف اللي جاي مع البروجكت فايل نفسه اللي هو عبارة عن الفوتج دي. هناخدها نحطها في كومب جديدة. طبعا في حاجة المفروض تتعمل، اللي هي المفروض اعمل كاميرا تراكنج. ليه بعمل كاميرا تراكنج؟ لان انا هحط عنصر ثابت او فيديو تاني او صورة تانية مع الفيديو اللي بيتحرك ده. طبعا عشان احط حاجة ثابتة لازم الحاجة دي تتحرك بالظبط زي ما الكاميرا الحقيقية صورت الفيديو، علشان كده بنلجأ لموضوع الكاميرا تراكنج. بمعنى تاني ان انا باخد احداثيات الكاميرا اللي مصورة المشهد وبنقل الاحداثيات دي في صورة اكس وواي للعنصر الثابت اللي انا بدمجه مع الفيديو، فيتحرك بالظبط كما لو كان متصور معاه في نفس البيئة او في نفس المكان. قبل ما اعمل كاميرا تراكنج انا بفضل اعمل حاجة مهمة جدا، وهي الكالر كوركشن او الكالر كوركتنج تمام للفيديو. مبدئيا انتوا لو خدتوا بالكم انا ضغطت على البيكسل اسبيكت ريشيو كوركشن، هلاقي ان الفيديو ده اصلا ما هواش سكوير بيكسلز تمام، علاوة على انه اصلا كمان ما هواش اتش دي. غالبا لما بيجي لك حاجة بالمنظر ده انت بتسيبها زي ما هي وما بتلعبش فيها علشان تخرجها بنفس الطريقة اللي جات لك بيها. طبعا انا رحت للكومبل تاني. ماشي، طيب ابدأ اعمل مش color correction بس يعني مجرد ان انا بظبط الالوان دي بدل ما هي باهتة كده عشان يبقى التراكنج اسهل. هحط levels لان الصورة فيها بهتان جامد قوي، واساسي لما تبقى الصورة عندك بهتة قوي كده حط ليفلز، لان البهتان ده بيبقى عبارة عن حاجة اسمها ديد بيكسلز او بيكسلات ميتة ملهاش لون محدد، فعاملة الموضوع ده. تعرفها منين؟ تعرفها انك انت لو ضغطت على الليفلز بالمنظر ده كده هتلاقي فيه هنا مساحة فاضية بين التريانجل او التريانجل بتاع الهايلايت اريا وبين اول بكسلاية لون في الصورة. المساحة دي اللي بتبقى اسمها ديد بيكسلز. طبعا بتضيق كده وهتلاقي في تغيير كبير حصل لو انت خدت دي وديتها هنا كده. بص لو انا شلت الليفلز الصورة بقت يعني زاهية الى حد ما. برضو اتأكد من الريد. الريد على فكرة متهيألك ان هو في ديد بيكسلز لكن هو مفهوش في اول بكسلاية، في بكسلاية موجودة اهي. في عندي الجرين، الجرين فيه لو انا زقيت الجرين كده. البلو ده البلو فيه كتير، بس في حاجة بقى لو انا زقيت البلو قوي كده هالصورة هتبوظ. تمام، اعتقد انها ما باظتش قوي بس مش باللي احنا عايزينه. طبعا برجع للار جي بي وارجع ارجع دي بالشكل ده كده. اصبحت كده اعتقد ان هي كان فيها احمرار والاحمرار ده راح. نعمل التراكنج. لما تيجي تعمل تراكنج بالافتر افكت تنقي نقط بيتوافر فيها شرطين. اول شرط انها تكون كونتراستي قوي او نقط عالية التباين، يعني يا غامقة قوي يا فاتحة قوي. تاني حاجة انها تكون نقط ثابتة ومفيش حاجة بتعدي من قدام النقط دي. ده مبدأ التراكنج. طبعا بالنسبة لبرامج اللي بتعمل تراكنج زي البي اف تراك، زي الموكا، زي كل البرامج دي، بالاضافه لبلجن الكاميرا تراكر او الفاوندري كاميرا تراكر، ما بيهموش الكلام ده كله، بيعمل تراكنج ومش فارقه معاك الكلام ده كله. طب عشان نعمل تراكنج في الافتر، لو نافذه التراكر دي مش موجوده عندك هتروح لويندو وتقول له تراكر. من تراكر هضغط دبل كليك الاول عشان افتح الفيديو في فوتج او في الفوتج فيور. نيجي بقى ناخد تراك موشن وناخد بوزيشن اند روتيشن، لان الصورة هنا فيها بان يعني حركة دائرية
بالكاميرا وفيها تلت. تمام، ناخد دي ناخدها مثلا على النقطة تكون كونتراست، واعتقد النقطة دي ممكن اي نقطة فوق مثلا هنا كده، المهم تكون حاجة فيها كونتراست، ما يجيش واحد يقول لي طب احطها هنا، ده هنا دي ده نور عربية معدية فالنقطة دي هتختفي. طيب احنا عايزين نقطة اولا ما يكونش هو بيقطعها في حركته، اعتقد النقطة زي دي كويسة. ممكن تاخد نقطة تانية في اي مكان بس تكون نقطة عالية التباين، ممكن دي مثلا، ممكن دي، يعني اللي تعجبك خدها. انا ناخد دي. طبعا التراكنج لو انت وسعت المساحة دي ووسعت المساحة دي بيديك تراكنج ادق للصورة. نقطة الروتيشن برضو خدها عند اي نقطة تكون برضو كونتراست، ويفضل انها تكون بعيدة عن النقطة بتاعت البوزيشن. هو خد النقطة بتاعت عمود الكهرباء ده خلاص. ممكن طبعا ناخد اي نقطة تعجبنا، لكن انا او ممكن ناخد نقطة موجودة على الشجرة دي خلاص. لكن اعتقد ان احنا لو مشينا خلاص هنلاقيه بيقطع النقطة بتاع اعتقد ما قطعهاش، لا هو ما قطعش النقطة بتاعت الشجرة، لكن اللي قطعتها اعتقد العربية دي. فالنقطة دي كويسة. تمام، ناخد دي كده ونحطها هنا، وبرضو نوسع السيرش اريا بالمنظر. بعد ما بتخلص انت وضع النقط بتاعك بتقوم جاي عامل analyze forward خلاص، وبتسيبه يكمل للاخر، وبعدين بيطلع لك الاحداثيات بتاعت الكاميرا. طيب عايزين ننقل الاحداثيات دي للشغل بتاعنا، بنروح لللاير نيو نال اوبجكت، هسمي النال اوبجكت ده كاميرا درايفر، وهقول له edit target، اختار النال اوبجكت بتاعي واعمل اوكي. بعد كده اقول له apply، هيقول لي اكس اند واي، هقول له تمام، يعني هياخد احداثيات الاكس والواي، هقول له ماشي مفيش مشاكل، واعمل اوكي بالمنظر ده كده. بالشكل ده انا خدت احداثيات الكاميرا اللي صورت الفيديو للنال اوبجكت ده. لو حبيت ان انا اضيف اي حاجه للفيديو ده هعمل لها ربط مع النال اوبجكت. طيب في حالتنا دي انت عايز تفرغ مكان دماغه او المكان ده، او عشان تفرغه ممكن انت تمشي روتوسكوبينج، ترسم ماسك وتمشي معاه واحده واحده وبعدين تفرغ الماسك ده. دي طريقه. في طريقه تانية، ودي اللي مستخدمه على فكره حتى في السينما، انه بياخد لقطه فاضيه للمكان قبل ما بيصور، يعني قبل ما بيصور بياخد لقطه فاضيه للمكان بحيث هو لو حاب يفرغ اي حاجه يقدر ان هو يعمل ميكسنج زي ما احنا هنعمل دلوقت، فيبان الشغل مظبوط وما تبانش فيه الخدع او التريك اللي هتتعمل. تعالوا نشوف مكان فاضي او بليت فاضي. تعالوا ناخد اللقطه دي مثلا، يكون مكان فاضي، وهنعمل دوبليكيت للفيديو. هسمي اللي فوق دي هسميها ستيل، اللي هي اللقطه الثابته، وهاجي اعمل رايت كليك تايم فريز فريم، هثبت اللقطه دي من اول هنا، هعمل تثبيت للقطه من اول هنا. بعد كده وانا لسه واقف على الكي فريم بتاع التايم اعمل عمليه ربط للقطه دي مع الكاميرا درايفر، ومهم جدا ان انا افضل واقف هنا علشان يعمل الربط من اول الكي فريم ده، ما يعمليش ربط من اول هنا. مش محتاج انا الربط يتم من اول الفوتج، لا انا محتاج عند الفريم اللي انا عملت له فريز. هاخد البيك ويب واعمل لها ربط بالكاميرا درايفر. طيب بعد كده تعالوا نشوف اللقطه. طبعا كده دي مربوطه بالمنظر ده كده من اول اللقطه لغايه اخرها. طب جميل، تعالوا نعمل تي، نقلل بس الاوباسيتي حبه، ونشوف من اول ما هيبدا يضرب دماغه بالرصاص، يعني من اول اللقطه دي، يعني 1.6. تعالوا نروح لير نيو سوليد
وناخد سوليد، وناخد سوليد بيضه وهنسمي السوليد دي هيد مات. هيد مات هنعمل اوكي، وناخد الهيد مات فوق الستيل وتي، ونقلل الاوباستي شويه علشان ارسم ماسك حوالين الصوره دي. هاجي للماسك تول وارسم ماسك حوالين الصوره بالمنظر ده كده، وحرك الماسك ده واحده واحده مع الفيديو. طبعا هضغط بي عشان اجيب بوزيشن، شيفت ار عشان اجيب الروتيشن، واحط كي فريم للاثنين وامشي واحده واحده. طبعا هو هيبدا من اول هنا، اذا انا محتاج ان الهيد مات دي تبقى من اول الشوت ده، في نفس الوقت محتاج الستيل برضو تبقى من اول الشوت ده. هاجي للهيد مات واخد الماسك ده بس احطه في المكان الصح بتاعه. طبعا انا مش عايز عايز النقطة دي تيجي كده، وعايز مش عايز يعني مش عايز ان انا الغي المسدس ده، ماشي حاجة كده مثلا كده مثلا. هاخد الكي فريمز دي واشيلها واحط كي فريم للاتنين وامشي كده، واخد دي مثلا هنا. طبعا الاول هنقل الانكر بوينت هنا اهو عشان اعمل روتيت مظبوط هنا كده مثلا، وامشي كمان شوية واخد اعمل لها روتيت وبوزيشن هنا. نمشي قدام شوية، انا هنكمل بقى بالمنظر ده روتيشن بوزيشن. طبعا دبليو دبليو في خلاص عشان تجيب الروتيشن وتجيب البوزيشن تمام، وتمشي معاها بالمنظر ده كده لغاية تحت. طبعا استحالة تكون مظبوطة من اول مرة، فهنرجع كده واحدة واحدة مع بعض. ايوه فعلا مش مظبوطة تمام، هنعمل روتيشن بالمنظر ده هنا كده تمام. برضو فيها سنة بسيطة طيب، ماشي من اول هنا. اخد بس النقطة بتاع الماسك دي ابعدها كده تمام بالشكل ده. لو جينا عملنا كده مفيش اي مشاكل. طيب نضغط اف عشان نجيب الفيدر، ونعمل فيدر للماسك عشان لو في اي حاجة في المحيط نغطيها، ونضغط تي ونرجع الاوباستي لمية في المية مرة تانية. اصبحت بالشكل ده كده بالمنظر ده، ومفيش اي حاجة باينة من دماغه. طيب انا عايز ان الهيد دي تتفرغ، يعني اخد الالفا بتاعت السوليد دي اخليها تبقى هي الستيل. طبعا دي عن طريق الالفا مات، هاجي على الستيل واقول له الفا مات بالشكل ده كده. طيب هي ما اختفتش ليه؟ لان الاوباسيتي، طبعا نزود الاوباسيتي بالمنظر ده، خلاص بقت بالشكل ده كده اهو. طبعا في هنا لسه مكان لوشه، ممكن يا اما نعمل تي ونعمل فيذر بزيادة شوية فيختفي خالص، او ام نجيب الماسك ونوسع الماسك شوية كده حوالين المناطق اللي فيها زي ما يكون الظل بتاعه او الخيال بتاعه مش عارف، خلاص فيبقى بالشكل ده كده وما يبقاش في حاجة منه باينة بالمنظر. طيب تمام، طبعا هنا هيبان الماظر فلاش وهيبان الدم اللي محطوط كده. ما عندناش اي مشاكل، نبدا نحط بقى الاليمنتس
بتاعتنا او الحاجة بتاعتنا. طبعا لو احنا ضغطنا M عشان نجيب الماسك، F عشان نجيب الفيدر، نخف الفيدر شوية كده تمام، لان الايه كان في حتة باينة من وشه اعتقد كده، مفيش اي مشاكل ولا في اي حاجة باينة تمام. ممكن كمان ناخد الحتة دي وناخدها كده. طبعا التصحيحات بقى وانك انت تقعد تعمل تويكينج ممكن تقعد فيها سنتين، لكن احنا عشان نمشي التمرين بسرعة شوية هنروح ل بروجكت ونختار من بروجكت. انا جايب من الاكشن موفي اسينشالز 1 مش 2 اللي هي بلاد براست 6، هاخدها احطها فوق الهيد مات وطبعا اظبطها انها تكون هنا طبعا كده. هي ماشي كويسه وكل حاجه، لكن نعمل لها روتيت كمان هنا بالشكل ده. انا عايز بس اعمل لها سكيل ليه بقى؟ لان عشان تبقى عند المسدس المنظر ده، بس نعليها فوق كده، نعليها فوق وناخدها هنا يعني. طب تظبطها زي ما انت عايز تمام. طيب تعالوا اول حاجة نظبط اللون بتاعها. هناخد ممكن تنت خلاص، واقلل اللون بتاعها كده واخلي الماب وايت يروح للون، او الماب بلاك يروح للون النبيتي، وده يروح للون الاحمر الغامق. هرجع ده اسود زي ما هو ماشي بالمنظر ده كده كده. كانك عملت هيو ساتوريشن وليفلز، كانك عملت الاثنين بتنت وخلاص الوضع خلص. عايز تحط ليفلز بحيث يعني تظبط الدنيا شويه ماشي، مفيش اي مشاكل، زي ما انت تحب وزي ما انت عايز تالي كده تمام ومفيش فيه اي مشكله. حلو قوي. نيجي بعد كده ل ان انا اجي من هنا كده. طب لو انا جربت ان انا اجي من هنا واعمل ربط بالنل كده تمام، عشان يبقى متابع نفس الحاجه. خلوا بالكم ان انا عملت الربط مش من اول هنا، لو عملته من اول هنا الدنيا هتبوظ، هنلاقي دي نزلت تحت. لا انا جيت لغايه حته معينه اللي هو خلاص مثلا، لا ده انا عايز كمان ايه، هقول له نن واعمل الربط من اول ما انا واقف هنا كده بالشكل ده، حتى الدم رايح في اتجاه الجسم. جميل. بعد كده نحط المازل فلاش برضو من نفس المجموعة، نحطه فوقها بالشكل ده كده. طبعا هاجي هنا تمام، و هزقها بس زقة بسيطة فريم واحد، لان المفروض الفلاش هيسبق التفجير بتاع الدم او الكلام اللي حصل ده. خلاص نيجي نحطه هنا كده حاجة بالمنظر ده مثلا. ممكن اخلي البليند مود اد، ممكن ايه كمان، ممكن اروح ل لينير وايب، لينير وايب علشان يعني اخد احساس ان المازل فلاش ده جاي من ورا دماغه مش من قدام دماغه. هي بيني وبينكم مش هتبان، لكن برضو الواحد يحاول يظبط الدنيا على قد ما يقدر. هنحط الزاويه بسالب 90 عشان يبقى من الشمال لليمين، والترانزيشن كومبليشن يبقى مثلا هنا كده بكي فريم، وفريم واحد بس لقدام خلاص، واخليه بزيرو بالشكل ده كده. يبقى احنا
عملنا الإفكت بتاعنا. في بس حاجة، ان انا عايز اجي برضو من اول لهنا كده واعمل ربط للتسعة ملي متر. والله ربط التسعة ملي متر ب برضو التراكنج داتا، علشان يبقى برضو الدخان واخد نفس اتجاه الحركة بالشكل ده كده. طبعا انا في، لو انتوا كنت شفتوا الكومب اللي انا كنت عاملها من شوية، انا كنت ضايف انا متهيألي الليفلز، عايز يغمق شوية، كنت انا ضايف حاجة عشان اعمل بس الفاينل لوك. رايح للاير نيو ادجستمنت لاير، وحطيت بوكس بلر، وخليت الراديوس بتاعه مثلا باتنين، والاتريشن او الكواليتي بتاعه باتنين، وقلت له ريبيت ايدج بيكسلز، وعملت البلند مود بتاعه سوفت لايت، يعني عشان يدي الفيلم لوك او السينيماتيك لوك للسين ككل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ده كان تدريب السويسايد او البلونج هيد، اتمنى تكونوا استفدتوا منهم او منه اسف. كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من gfxacademy.net، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.